اهلا وسهلا بحضراتكم. ما زلنا في شريف الرد على الاسئله الخاصه بحضراتكم اللي بنستقبلها على صفحتنا، الصفحه الرسميه لبرنامج قلوب عامره. السؤال بيقول: اولاد خالي ليهم نصيب من الميراث، احنا مش عارفين نوصل لهم ولا عارفين طريقهم، وتبين اثناء بحثنا وتقصينا عنهم ان واحد منهم بيشرب وتقريبا مدمن، والتاني اسلوبه رهيب وكانه كده بلطجي، وبرده مش عارفين نوصل لهم ولا عارفين ليهم طريق. فانا كنت عايزه اسال الدكتورة: هل من الممكن وهل يجوز إخراج نصيبهم هذا صدقة على روح خالي لأي جهة موثوق فيها، وللناس دي مثلا يعني يطلعوا الفلوس دي على روح خالهم لناس محتاجة، ولا لازم نوصل لأولاد خالنا اللي أحوالهم غريبة دول مع العلم أننا مش عارفين نوصل لهم أساسا؟ مسألة الميراث دي خطيرة، والمقرر أن مال الميراث على طول بيدخل في ذمة الوارث فورا وقهرا بمجرد استحقاقه لهذا المال بموت صاحب المال. بمجرد صاحب المال ما يموت، كل اللي ليه حق في تركة المتوفى أول ما يموت قهرا المال ده بقى بتاعه. وعلى ذلك فهذا المال دخل في ذمة أولاد الخال، والمال ده ملكهم دلوقتي، أنتم يدكم على هذا المال يد أمانة حتى يتم تسليم المال ده ليهم. النقطة الثانية المهمة انه لا يجوز بحال من الاحوال ان احنا نتصرف في هذا المال لاي جهة كانت. ما نقعدش نقول بقى نتبرع بيه واصل احوالهم غريبة، يعني ده مش حقنا ما دام اصحابه موجودين. وانتوا بتقولوا مش عارفين توصل منين، مش عارفين توصلوا لاصحاب المال، ومنين انكم عرفتم عنهم بعض المعلومات؟ وده دليل انكم عرفتم عنهم بعض المعلومات ان انتوا تقدروا توصلوا. المسألة الثالثة كمان، كون ودي نبقى ناخدها للفهم، يعني كون المستحقين لمال الميراث أو لغير مال لهم حق فيه عندهم بعض المشاكل، أو أنهم ربما يستعملوا أو يضعون هذا المال في غير موضوع، أنه يستعملوا استعمالات غلط، واحد بيشرب واحد بلطجي، مش قصتنا، ده مش ليس لكم فيه شأن أصلا، وما عليكم سوى النصيحة. كل إنسان أحق بماله، أنت مش هتتحاسب عنه، هو هيتحاسب فيما أنفقه، من أين اكتسبه وفيما أنفق، كما هو وارد في الحديث أنه لن تزول قدم العبد يوم القيامة حتى من ضمن ما سيسأل عنه من أين اكتسب هذا المال وفيما أنفقه، مش حضرتكم. فبالتالي إحنا ما نعملش، ما نمارس دور الوصايا على الآخرين. المسألة الرابعة اللي معايا في هذه المسألة ان انتوا لازم تبحثوا عنهم بحث جدي، يعني يبقى في بحث بجد واجتهاد لايصال هذا المال لاصحابي ولمستحقين من غير وصايه من حضراتكم عليه. كمان لو احنا ما عرفناش نلاقي قرايبنا دول او اولاد خالنا او اذا اعيانا البحث، فممكن تسالوا احد من المحامين الامناء الماهرين، ان ممكن ربما يكون في المجلس الحسبي مثلا باب او في حساب بتوضع فيه هذا المال او يوضع فيه هذا المال باسم اصحابه. انما احنا بقى هناخد ونتبرع ونعمل، لا، ليس لنا الحق في ذلك، فهذا المال مالهم وليس مالكم انتم يا من في يدكم هذا المال على سبيل الامانه.